موضوع السي ان 7 اللي هو حقل الغاز متاع الحماده معالي الوزير. هذا السيد السيد رئيس المؤسسه سيد بن قداره قال ان اللي يخدم يتم انتقاده، في هذه مع حق في النقطه، يعني ما تشتغلش ما حد ينتقدك. وقال ان اللي الحقل المكتشف تم اكتشافه من السبعينات، مش تو مكتشف، وان جزء كبير من اللي عارضوه في هالقرار في موضوع الـ 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 الاستثمار في السي ان 7 هم حزب كنبه، وان يتم انتقاده بدون منهجيه علميه. كيف تعلق على كلامه سيد معالي الوزير؟ الرد كالاتي: اولا، هو الحقل هذا مكتشف سنه 1960 عن طريق شركة، مش 70، سنة 60 مكتشف عن طريق شركة الخليج العربي. خلينا نقول معاه حق أكثر معالي الوزير. لا ما زال، خلينا نوضح لك أكثر حتى أنا. الغاز في ليبيا في الستينات وحتى في السبعينات لم تكن هناك شبكة كاملة لتجميع الغاز ودفعه إلى محطات الكهرباء. تم إكمال شبكة الغاز الساحلية اللي هي تبدأ من بنغازي إلى مليتا، إلى مجمع مليتا الغاز، اكتملت أظني في سنة 2008 أظني أو 2009. وبالتالي هذه الحقول باعتبار أنها غاز، أكثرها غاز، هي فيها مكثفات غازية وفيها نفط خام، ولكن باعتبار أن ما فيش شبكات غاز بحيث يتم الاستفادة منها، وبالتالي هذا حقل غازي بالدرجة الأولى هو، فتم الاحتفاظ به زي ما هو. اللي خلاني انا شخصيا كوزير نفط وغاز اعترض على ان يعطى لثلاث شركات اجنبيه، اللي هي شركه التوتال الفرنسيه والادنوك الاماراتيه والايني الايطاليه، هو الاتي: نعم، في ابريل 2022 تقدمت وزاره النفط والغاز الى حكومه الوحده الوطنيه بمقترح أن ننشي جهاز يتبع للوزارة لتطوير حقل، هذا الحقل الحمادة وحقل عروس البحر، باعتبار أن الدولة الليبية في حاجة ماسة إلى كميات كبيرة من الغاز لتغذية محطات الكهرباء. تقدمنا بهذا المقترح، ومجلس الوزراء اعتمد المقترح بالإجماع، ولكن للأسف لم يتم أي إجراء في هذا الخصوص. جينا في شهر مارس 2023 في احد الاجتماع الثالث اعتقد لمجلس الاعلى لشؤون الطاقه، في مستجد من اعمال تم طرح موضوع تطوير القطعه ميم نون 7 اللي هي في الحماده الحمراء. قامت المؤسسه عن طريق احد الخبراء فيها بعمل عرض للمجلس الطاقه، في هذا العرض كان موقفي واضح. أول السؤال كان: لماذا تم اختيار هذه الشركات الثلاثة فقط؟ رقم اثنين: تطوير هذا الحقل مفروض قالك يتم، لا خلي خطوة خطوة معالي الوزير، قال أن شركة إني والعقد كان قديم، مش هو اللي مدايرة، كان مجرد تفاوض هو معالي الوزير، وقال إني هي اللي الحرية أن تختار البارتنرز متاعها. هذا كلام سيد محمد سيد بن قدارة. والله هو يقول اللي به، لكن المنطق السليم يقولش. هو لما قدمهن في مجلس الطاقة قال هذه شركة معاها مجموعة تانيين، ما قالش الشركة هي تختار اللي تبيه. شنو المشكلة في الشركات معالي الوزير اللي معاهم؟ شنو خاصة؟ مش أنا عندي معاهم مشكلة. أنا السؤال كان الموجه لهم: لماذا تم اختيار هذه الشركات الثلاثة بس؟ لماذا لم يتم عطاء عام في الموضوع هذا؟ برغم أني لا أوافق أن يعطى في عطاء عام، أنا أصر أن يتم تطويره عن طريق سلفة، عن طريق الاستثمار، عن طريق أحد محافظ الاستثمارية اللي في الدولة الليبية. ممتاز. يتم حتى الاستلاف منها. لا خليني ناقشك معالي الوزير، من تبي تاخذ فلوس؟ إذا كان المؤسسة عطيتكم 600، أنا أتكلم على الوزارة معالي الوزير، عاطية 600 مليون ومرج نعم؟ أخذ المؤسسة الليبية استثمار ولا من صندوق الجهاد؟ المؤسسة الليبية استثمار عطيتكم زمان فلوس وما رجعتهمش معالي الوزير المؤسسة. عفوا بس توجه الكاميرا لوجهك معالي الوزير، نزلت لقطة شوية. كان بالإمكان
كان بالامكان يستلفوا حتى من مصارف تجاريه، مش مشكله. اوكي تمام. هو شن قال في المقابله؟ قال انا مدى بيا ان تعطيني الدوله فلوس، لكن انا عفوا بسمع الوزير، لكن انا قلت للدوله الاول لي انا الافضل، قال ان انا اعطوني فلوس، لكن لما ما فيش فلوس اتجهت للاتجاه الاخر. ما يزيد موقفه قوه مع الوزير، خليني معك بصراحه سيد بن قداره، ان عند 2025 في تقارير تقول ان احنا بنستورد غاز معاش بنصدروه، يعني الوقت مش في صالح الدوله الليبيه. خلينا نقول هو لو اخذ بتوصيتنا احنا كوزاره، راه هو الحق ربما في ممكن بعد سنتين يظل ينشوف. شن اوصيت مع الوزير؟ شن اوصيت؟ اوصينا ان يتم انشاء جهاز لتطوير الحق للحماده الحمراء، هذا الميمنون 7، وحق العروس البحر. ممتاز. الحق هذا يبي 4 مليار حسب كلام السيد بن قداره. من مين بيجيبهم؟ نعم. ال4 مليار دولار السيد بن قداره قال لتطوير الحق نبوا 4 مليار دولار، من وين بيجيبهم؟ لا الرقم هذا عالي جدا، لا اعتقد ان خلينا نقول لانه اول قداش الرقم العادي مع الوزير. تسهيلات مش معقدة، لأن هي عمليات فصل وتصفية وتنقية فقط بالنسبة لعملية الغاز اللي في حقل، ماهوش عملية معقدة ولا تقنيا معقدة، وخطوط الأنابيب قريبة منها، وبالتالي لا أعتقد أن حيكون هذه التكلفة متاع التكلفة العالية. قداش التكلفة اللي أنت تقول عليها؟ قداش تتوقع؟ هم بروحهم في واحدة من مخططات الاستراتيجية متاع المؤسسة دارين عليها 5.4 مليار دينار ليبي. طيب منين بتجيب 5.4 مليار دينار ليبي؟ لا يقدر يجيبهم، يقدر يستخدم ال 34 الفلوس اللي خاصة اللي مش حينصرفوا في سنة واحدة، هذه بينصرفوا عليها على الأقل 3 سنوات، من أقل شيء من 3 إلى 5 سنوات. لكن في الواقع معالي الوزير، إذا كان في فلوس، يعني ليش أنت حضرتك الوزارة ما تجريش للمؤسسة أن هي تأخذ الفلوس؟ نظريا الموضوع سهل أنك أنت تقول من المؤسسة نأخذ فلوس، من المركز نأخذ فلوس، لكن هذول الجهات ما يبوش يعطوكم فلوس. المؤسسة الاستثمار تبي من المؤسسة الوطنية النفط فلوس زمان ما رجعتهمش المؤسسة. والله احنا الجهات اللي تواصلنا معها حديثا ابدت استعدادها انها مستعده تستثمر. الكلام اللي قالوه لنا. طيب ممتاز. هل الكلام اللي قالوه لك هذا انقلته للسيد رئيس المؤسسه الوطنيه للنفط؟ حينقل لي طبعا. حينقل لي، اوكي، لان هذا ممكن يغير الموضوع بشكل كبير معالي الوزير. ولازم معليش احمد في نعم ملاحظه نعم ان لما تم عرض هذا الموضوع لم يتم عرض موضوع الاستثمار الداخلي، لم ما فيش خيارين عرضوا على مجلس الطاقه، عرض خيار واحد عرضه وهو تقديم لهذا الكونسورتيوم اللي متكون من الايني والتوتال والادنوك، لم يعرض الخيار الاخر. لكن هو شيء طبيعي ان نبوا فلوس، يعني من بيشتغل الحقل لازم يحتاج الى مبلغ مالي، وفرق كبير بين اللي قاله 4 مليار دولار امريكي وبين الرقم اللي ذكرته انت مليار واحد دينار دولار امريكي، يعني في فرق بين الزوز كثيرا.